واللوحة اللي بعديها يعني أنا شايف على الباوربوينت لوح جزر، احنا بنتكلم على جزر اللي مذكورة في الكتاب المقدس، موجودة في المنطقة الجنوبية. نعم، هاي كمان في جزر نفسها، لكن ما وجدوها في داخل الطبقة اللي بتحدد تاريخها بالضبط، عشان هيك بيقولوا ممكن تكون من القرن العاشر للقرن الثامن قبل الميلاد. برضو احنا في فترة كثير متأخرة، يعني مبكرة قصدي، يعني انه هذا شيء قديم جدا. اللي وجدوها بالاكثر من 100 سنة عالم الآثار ماكاليستر، وقالوا هذا من بعد التحليل. أنا قريتها وبالفعل يعني التحليل ما بيبعدش عن الحقيقة. الشيء هو تقويم زراعي، يعني واحد عم يكتب زي أشهر السنة الزراعية بيكتبها، وحتى بالآخر بيمضي اسمه، يظهر اسمه أبية، الأسماء العبرية كيف أنت بتعرف كمان لها أسماء، أبية يعني الله هو أبي. فقاعد عم بيكتب على حجم صغير، يعني حجمها أكثر شوي من 11 سنتي، عرضها طولها 11 سنتي وعرضها يعني 7 سنتي. فشخص قاعد عم يكتب عليها، واللي قاعد يكتب عليها بفرجينا حتى مش بس الكتابة، بفرجينا كمان من خلال الكتابة كيف إنه هاي الأرض، يعني كيف مكتوب عنها أرض يعتني بها الرب إلهك من أول السنة إلى آخره. فبيكتب عنا يعني بالمفارقة مع مصر اللي فيها النهر النيل. فهون بيقول لك يعني في 12 شهر بيفرجينا شهر الجمع، شهر البذر، شهر البذار المتأخرة، جمع الكتان، حصاد الشعير، حصاد الحنطة، قطف الكروم، الأشياء اللي احنا بعدنا بنعرفها لحد اليوم بعدها، اللي هي تنتهي عمليا بآخر الصيف، شهر الصيف بيسموها، اللي هي جمع الثمار الصيفية، اللي هي منها التين، عشان هيك واحدة من أسامي التين هي تينا اللي معناها الصيف كمان. فبيحكي عنا بشكل هالقد حلو، ويعني خلينا نقول مكتوبة بطريقة هيك يعني مش مفتعلة. واحد قاعد عم بيكتب، يمكن كان مدرسي، يمكن كتاب، مش عارفين شو، عم بيكتب انواع الاشهر. يا كيف معلم بقول لك يا ولد يلا اكتب اشهر السنه وكل شهر شو بنعمل فيه. فهذا هاي لمحه جميله جدا. اخ مكرم، كمان الجدير بالذكر انه جزر موجوده في الكتاب المقدس، واحده من مدن المركبات، يعني المدن الحربيه اللي بتحمي المنطقة الجنوبية. الملك سليمان بنى 3 مدن. جزر بتحمي المدخل الجنوبي، مجدو المشهورة في الكتاب المقدس بتحمي أواسط البلاد، وحتصور اللي بتحمي المنطقة الشمالية، وهي الأسماء طبعا مذكورة في الكتاب المقدس.